ايه رأيك لو علمتك في الحلقة دي طريقة هتقدر تحقق منها أرباح كويسة جدا لو أتقنتها، ومش محتاجة منك أي خبرة في أي حاجة ولا مجهود كبير، وكمان مش محتاج يكون معاك فلوس عشان تبدأ الشغل ده، ولا حتى محتاج يكون عندك كمبيوتر، لأنك هتقدر تعمل الشغل ده من التليفون بتاعك وتقدر تشتغل من أي مكان. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل خطوة بخطوة. أهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، ركز معايا في كل ثانية بس بعد الفاصل. حلقة النهاردة هتبقى عن موقع كليك بنك، من المواقع المعروفة جدا، هتقدر تبيع وتشتري من عليه وتعمل تسويق، وتقدر كمان تشتغل بالعمولة. كليك بنك يعتبر من الطرق الربحية المهمة جدا، وناس كتير بتعتمد عليه في تحقيق الربح، واللي بيعرف يشتغل عليه بيحقق منه أرباح كويسة جدا. هتعرف ازاي تشتغل وهقولك الاستراتيجية بتاعت الشغل كاملة، مش تحتاج أي حاجة علشان تبدأ تشتغل أكتر من الحلقة دي إن شاء الله. أول حاجة هتعملها تفتح الموقع، والرابط هيظهر قدامك clickbank.com، هتلاقي فوق على اليمين ساين اب، اضغط عليها. اول جزء قدامك ده بيوضح ان التسجيل 100% مجانا، وان معلوماتك مش ممكن يشاركوها مع اي حد. بعد كده بتبدا تدخل البيانات بتاعتك، وكلها بيانات بسيطه جدا. اول حاجه بتبدا بيها الدوله، وهتلاقي فيها اغلب الدول العربيه، يعني مثلا لو كتبنا اول حاجه مصر اهي هتلاقيها موجوده. ممكن نجرب حاجه تانية، مثلا نجرب المغرب اهي موجوده. عايزين نجرب ايه تاني؟ مثلا ممكن نجرب الكويت، موجودة برضو. يعني هتلاقي اغلب الدول العربية. هتبدأ هنا تدخل الاسم الاول بتاعك، وبعد كده باقي الاسم بالكامل، وتدخل هنا رقم التليفون، بس طبعا بتحدد الدولة بتاعتك في الاول علشان الكود بتاع الدولة، وبتدخل رقم التليفون هنا. هنا هتدخل الايميل بتاعك، وبعد كده هتدخل الباسورد. الباسورد لازم تراعي فيها الحاجات دي كلها، لازم يكون على الاقل في حرفين سمول وحرفين كابيتال، وعلى الاقل يكون في رقمين، وهتحط فيهم سبيشال كاركتر اللي هي العلامات دي، وبعد كده كلمة السر نفسها مش هينفع تعدي ال 32 حرف، وكمان مش هينفع تحط أي مسافات في كلمة السر. بعد كده هتبدأ إن أنت تضغط على continue to terms and conditions علشان تعرف الشروط، وبعد ما هتخلص قرايتها طبعا أنت هتلف فيها كده، هتلاقي هنا حط العلامة لوحده زي ما هنشوف دلوقتي. هنملى دلوقتي البيانات قدامكم، وبعد كده هتشوف إزاي العلامة هتتحط على الموافقة على الشروط علشان بعد كده تعمل join كليك بانك. بصوا كده أنا خلصت كل البيانات بتاعتي، حطيتها وعملت الباسورد بتاعي، وزي ما أنا شايف كلها عليها علامات صح، يعني أنا استوفيت كل الشروط المطلوبة علشان تعمل الباسورد. بعد كده بتضغط هنا continue، هنقرأ كل الشروط دي. طبعا أنت مش هتقرأ حاجة، أنت هتلف فيها كده لحد الآخر، تعمل على اكسب، هتلاقي على طول هو حط العلامه هنا ان انت قريت الشروط وموافق عليها. بعد كده بتضغط على جوين كليك بانك، اضغط عليها. طبعا هنا بيوضح لك ان انت ممكن تاخد تدريب يعرفك فيه ازاي بتشتغل على الموقع وكده. لو انت عايز تاخد التدريب ده او المعلومات اللي هو هيديها لك بتضغط على يس، لو انت مش عايز بتضغط على نو. طبعا احنا مش عايزين. طبعا انت هنا اول ما بتدخل بيبدا ان هو يقول لك كم البروفايل بتاعك علشان تبدا ان انت تقدر تشتغل، هتضغط عليها. هتلاقي طبعا اول حاجه هتقابلك البيانات اللي فوق اللي هي الاسم والعنوان بالتفصيل وكل الكلام ده. طبعا هتدخل باقي البيانات لان انت دخلت اسمك، هتدخل بس العنوان والتفاصيل بتاعته. بعد كده هتحط هنا اسم الشخص اللي هيدفع له، يعني الارباح اللي انت هتاخدها تبقى باسم مين. بعد كده هتحدد انت ناوي تعمل ايه على الموقع، يعني انت مثلا عايز تبيع منتجات مادية، اللي هو عندك منتجات فعلا عايز تبيعها، منتجات انت بتصنعها او حاجة انت بتصنعها، عايز تبيع مثلا منتجات الكترونية، خدمات كده، عايز ان انت تسوق بالعمولة. طبعا احنا الهدف بتاعنا ان احنا هنشتغل بالعمولة. هنا بيقول لك طبعا قول لي الميزانية بتاعت الشغل بتاعك قد ايه، انت طبعا هتعملها صفر. طبعا احنا ملينا كل البيانات، عنوان بالتفصيل وكل حاجة واسم الشخص اللي هيدفع له، وانت داخل على الموقع تعمل ايه. بعد ما بتخلص بتعمل سيف. يبقى انت كده عرفت الحساب هيتعمل ازاي والحساب بتاعك جاهز للشغل. لو قابلتك اي مشكلة في الحتة دي اعرف ان انت هتحتاج في بي ان علشان تعمل الحساب بتاعك، يعني الحساب بتاعك اترفض وهتحتاج ان انت تستخدم في بي ان علشان تقدر ان انت تعمل الحساب. بعد ما هتدخل على الحساب هتلاقي الصفحة الرئيسية قدامك، هتضغط على ماركت بليس. لو نزلنا تحت شوية كده هتلاقي كل التصنيفات المختلفة الموجودة في الموقع، وهتلاقي آلاف المنتجات اللي هتقدر تسوق لها، وهتاخد عمولة عالية جدا من كليك بنك. بص هنا هتلاقي كل التصنيفات اللي بتدور عليها، أو لو بتدور على مجال معين، هنا في كمبيوتر، في طبخ، في تعليم، في ألعاب وغيره كتير. اضغط على اي بيزنس، وهنختار منها اول حاجة افلييت ماركتينج. خليك فاكر انك داخل الموقع علشان تحاول تعمل اول 100 دولار، وممكن تفتكر ان ده صعب، بس الموضوع هيبقى اسهل مما تتخيل، لان العمولة بتاعت موقع كليك بنك معروف ان هي عالية جدا، يعني انت علشان تعمل 100 دولار دي محتاج مثلا ممكن في بعض الاوقات ان انت تعمل مبيعة واحدة من حاجة سعرها غالي علشان خاطر تعمل 100 دولار، فالموضوع يعني مش بعيد او مش صعب. بعد ما دخلت على القسم بتاع الاي ماركتنج هتلاقي عروض كتير قوي مميزة، وبتدفع كويس جدا. كل اللي عليك انك تضغط هنا علشان تاخد الرابط الخاص بيك وتبدأ عملية التسويق للمنتج اللي انت اخدته، وهتلاقي قدامك منتجات كتير جدا. طب هتختار على اساس ايه بالظبط؟
اول حاجه تبص عليها هي جريف، لان دي بتعرف منها كم واحد قدر يحقق ارباح من المنتج ده، او كم واحد قدر ان هو يحقق مبيعه من المنتجات دي. وكل ما الرقم ده يعلى يبقى المنتج ده كويس جدا وهتبدا ان انت تشتغل عليه. تاني حاجه هتبص عليها هي متوسط العائد من المبيعه. ايه متوسط العائد من المبيعه؟ اللي هو الرقم اللي قدامك ده، يعني انت لو عملت مبيعه من خلال الرابط بتاعك يعني هيبقى في حدود المبلغ ده، هتاخد ربح كبير جدا. علشان كده بنقول ان انت لو جبت منتجات غاليه وعرفت تسوق لها كويس هتاخد عموله عاليه جدا. معروف كليك بنك من المواقع المهمه جدا في مجال التسويق، علشان كده انت لو تعبت واشتغلت عليه كويس هتبدا ان انت تحقق منه ارباح كويسه جدا. وطبعا من افلييت بيج دي وافلييت سبورت كونتاكت علشان تقدر تعرف المنتج اللي انت بتسوق له. لو عايز تعرف مثلا معلومات اكتر عنه، تعرف التفاصيل بتاعته، ده كل ده هيساعدك في التسويق. في بعض كمان المعلنين اللي عايزين مثلا يسوقوا المنتجات بتاعتهم بيوفروا لك مثلا فيديوهات دعائيه، بانرات، كل حاجه عايز تستخدمها او تعرف التفاصيل بتاعتها بزياده علشان تساعدك في عمليه التسويق بتاعتك هتلاقيها موجوده في الافلييت بيج. يعني مهم جدا ان انت تدخل الصفحه دي على الاقل تعرف شويه معلومات اكتر عن المنتج اللي انت بتسوق له. الخطوه اللي بعد كده وهي موقع ريديت، reddit.com. هتلاقي الرابط ظاهر قدامك دلوقتي. ريديت ده عباره عن موقع زي موقع التواصل الاجتماعي بس عليه مجتمع كبير جدا واعضاء كتير جدا جدا. هتقدر ان انت تلاقي في كل المجالات في مناقشات مفتوحه وفي تفاعل عالي جدا. من اهم المواقع واكبر المواقع الاجنبيه reddit.com. طب ليه احنا اخترنا الموقع ده، او ليه الموقع ده هو اللي شغلك هيبقى عليه؟ علشان انت محتاج ان انت تبيع. يمكن حته البيع شويه بالنسبه للعرب قليله شويه او بطيئه شويه، لكن بالنسبه للاجانب الموضوع عادي جدا وبيطلع هامش ربح كويس جدا لما بتعمل مبيع على حاجه غاليه. والحاجه الغاليه دي هتلاقيها من ضمن اهم المواقع اللي انت لازم تسوق عليها، موقع ريديت. طب انا على سبيل المثال عايز اسوق المنتج ده، فهبدا ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ان انا هدخل على ريديت وهبدا ان انا اكتب كلمات مفتاحيه معينه زي مثلا بيست ورك فروم هوم جوبس علشان اجيب افضل الاشغال للعمل من المنزل والحاجات دي، لان انا كده كده عايز اسوق للموضوع ده، طرق للتعليم عن الشغل من المنزل والعمل من المنزل بسبب الظروف اللي احنا فيها طبعا. فهبدا ان انا ادور في المجال ده وهبدا اشوف كل المناقشات المفتوحه على المجال ده، وعايز مثلا ممكن اعدل في الكلمات المفتاحيه لو ما لقيتش مثلا النتائج اللي انا عايزها او النتائج اللي جوه، ممكن اعدل في الكلمه المفتاحيه زي ما انا مثلا بعمل كده. كل ما اعدل في الكلمات المفتاحيه ممكن الاقي نتائج مختلفه او نتائج افضل على حسب الكلمه المفتاحيه اللي انت بتستخدمها. وبالتالي طبعا انت هتستخدم الكلمه المفتاحيه على حسب المنتج اللي انت بتسوق له. لو بتسوق لمنتج الكتروني، بتسوق مثلا لكورس خاص بحاجه معينه، بتكتب الكلمه المفتاحيه المتعلقه بنفس الحاجه اللي انت بتسوق لها. بس هنا في تحذير مهم جدا، طبعا انت مش هتدخل على اي مناقشه وتبدا ان انت تاخد اللينك بتاعك اللي هو بتاع الافلييت اللي انت عامله وتبدا ان انت تحطه بيست. هنا على طول هتاخد حظر من ريديت لان مفيش الكلام ده خالص. لكن المطلوب منك تعمل ايه؟ المطلوب منك ان انت وانت بتحط ردود تحط ردود ليها فايده، فيها كلام وفيها معلومات، وتبدا في الاخر تحط مثلا الايميل بتاعك او تحط الرابط بتاعك. بس انا هخليك تحط الايميل بطريقه معينه كده هتعجبك يعني، علشان يبقى الموضوع يعني قانوني وما تاخدش حظر من ريديت. هتبدا ازاي ترد رد المفيد مع ان الكلام ده انجليزي وصعب واحنا هنتكعبل كده والموضوع هيبقى صعب؟ مفيش الكلام ده خالص. على حسب المنتج اللي انت بتسوق له هتبدا ان انت تبحث عنه في المواقع الاجنبيه، اي موقع اجنبي، تاخد الكلمه زي ما هي مثلا كوبي بيست زي ما انا عامل كده. هتبدا ان انت كانك جبت جزء من مقال، اي مقال اجنبي، هتبدا ان انت تحط الكلام ده في الرد او في التعليق اللي انت بتعمله. وبعد ما تخلص هتبدا ان انت تكتب للتواصل على الايميل ده، وهتعرف في الاخر ازاي هتستفاد من الايميل ده. يبقى كده الموضوع ببساطه زي ما انت شايف كده، انا مجرد ان انا جبت ردود او جبت مقالات معينه بتخدم الحاجه اللي انا بسوق لها، هبدا ان انا اخدها كوبي وبعد كده هبدا ان انا احطها في الردود بتاعه ريديت واحط في الاخر الايميل بتاعي. نرجع بقى للجزء بتاع الايميل ده ونفهم هنعمل بيه ايه بالظبط. دلوقتي انت هتبدا ان انت تحط الكلام اللي احنا قلنا عليه اللي انت هتجيبه من اي مقال وهتحط في الاخر الايميل بتاعك. هتروح على الايميل بتاعك وهتضغط على علامه الترس ده، وبعد كده هتضغط على عرض جميع الاعدادات. هتنزل تحت خالص هتلاقي قدامك حاجه اسمها المجيب التلقائي، هتضغط على تشغيل المجيب التلقائي وهتكتب اسم الموضوع اللي هو اللي انت حاطه في التعليق بتاع ريديت، وهتكتب هنا نص الرساله عادي، هتاخد مثلا جزء من التعليق اللي انت عملته ده زي ما انا عامل كده، وتبدا ان انت في الاخر تحط الرابط بتاع الافلييت بتاعك. يعني اي حد هيضغط على الايميل بتاعك، الايميل بتاعك هيرد تلقائي من نفسه، علشان كده انت هتحتاج تعمل ايميل مخصوص لو هتبدا ان انت
تشتغل في الموضوع ده، تعمل ايميل مخصوص تحط فيه المجيب التلقائي، اي حد يضغط على الايميل هيبعت له لينك الافليت على طول، لو مهتم هيشتري. وطبعا انت زي ما قلت لازم تحط معلومات عن المنتج من خلال الصفحه بتاعت المعلن نفسه، وتحط فيها مثلا اي صوره، يعني انت ايه بتظبط الموضوع كده. الموضوع بسيط جدا زي ما انت شايف كده وانا عامله، الموضوع هتقدر تحقق منه ارباح. زي ما انت برضو شايف المنتجات اللي بتختارها كل ما كانت قيمتها غاليه هتاخد عموله عاليه جدا. كليك بنك من اهم المواقع بالنسبه للناس اللي بتشتغل في الافلييت ماركتنج، علشان كده لو انت هتبدا الموضوع ده اعمله، وانتبه لكل التفاصيل اللي قلنا عليها. الموضوع مش هياخد منك وقت، مجيب تلقائي، يعني انت مش هتعمل اي حاجه، مجرد ان انت بس هتحط في الرد بتاع ريديت المقال اللي احنا قلنا عليه، هتجيب اي مقال من اي موقع وتبدا ان انت تنسقه وتحط في الاخر الايميل بتاعك، بعد كده تخلي المجيب التلقائي يرد باللينك بتاع الافلييت بتاعك، ولو المنتج ده عجب اللي بيتفرج عليه او حابب ان هو يشتريه هيضغط ويشتري من عندك، ومبروك عليك العموله $100. مش صعب جدا ان انت تعملها، بس اطلع اول مبيعة من عندك وانت هتلاقي الموضوع بعد كده مشي معاك هيبقى افضل. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ونشوفكم الحلقة الجاية.